السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. والنهارده عيد ميلاد القناه، كل سنه وانتوا واحنا طيبين، وشكرا كتير لمتابعتكم ودعمكم دايما لينا في القناه هنا، وده اكيد سبب نجاحنا، واكيد احنا قدمنا كل حاجه بنقدر نعملها علشان خاطر ننال على رضاكم وانكم تكونوا مبسوطين من البرامج. وافتكر ان احنا نجحنا نوعا ما بدليل ان القناه الحمد لله قويه فعلا زي ما عملوا. شكرا لدعمكم تاني، وكل سنه وانتم طيبين واحنا طيبين، واحنا في سي بي سي واحنا لسه مكملين ان شاء الله. النهارده الحلقه خاصه بعيد ميلاد القناه. احنا بنحتفل طبعا من قبل كده، بس النهارده هو عيد ميلاد القناه، فهنعمل وصفه وهنعمل كيكة علشان نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. والكيكة هتكون فيها، يعني هنعمل كيكة مع بعض كبيرة، بس مش هنعمل كل القطع فيها مع بعض، هنعمل كده حاجتين ثلاثة بس، هنزينها مع بعض كده وتبقى موجودة معانا. طيب، أول حاجة هنعملها هي الورق العنب، بس هنعمله على الطريقة الشامية. الطريقة الشامية تختلف شوية عن الطريقة اللي في مصر، وكمان بيبقى اسمه ورق دوالي. فالطريقة هناك مختلفة شوية. إزاي أو بتتعمل إزاي الرز؟ الرز ما بيبقاش فيه أي نوع من أي خضرة. فالمهم عايزين ورق عنب طبعا، وعايزين رز مصري، عايزين لحمة مفروم خشن وما يكونش أحمر، عايزينه شوية مدهنن، وعايزين معلقة صغيرة عصفر أو كركم، عايزين معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة من جوزة الطيب، معلقة كبيرة سمنة بلدي، ليمون، طماطم، بصل، ملح وفلفل، وعايزين كمان تقريباً 3-4 معالق كبيرة زيت. طيب، أول حاجة هنعملها دلوقتي، إحنا طبعاً عندنا هنا الكوسة متقورة، وعندنا اللحمة المفرومة بنجيبها زي ما قلنا تكون شوية مدهننة، ما تكونش حمرة قوي. بالعكس كمان لو كانت اللحمة حمرة زيادة عن اللزوم ممكن يتزود لها لية مقطعة صغير أو مفرومة مع اللحمة. طيب دلوقتي أول حاجة هنعملها، عايزين نقطع الخضرة، نقطع الطماطم والبصل اللي عندنا، دول اللي هيتحطوا في قاع الصينية، أو خليهم دول، خلينا نعمل الخلطة بتاعة الرز. أول حاجة هنعملها هنحط اللحمة هنا، خلينا نجيب الملح والفلفل ومعلقة. طيب هنحط اللحمة، هو بيتحط له لحمة كتير نسبيا، يعني مش قليل، يعني بتبقى اللحمة ظاهرة. هنحط الملح والفلفل، ما بيتحطش بصل مع الحشوه خالص، ما بيتحطش اي خضره زي ما انتم شايفين، بس اللحمه الاول كده ما اعرفش، يعني بحب كده تتفرك مع الملح والفلفل الاول، وبعدين بنحط عليها بقيه الحاجه. هنحط بقى الرز، هنحط جوزة الطيب والبهارات. طيب في ناس بيزودوا، يعني في ناس بيحطوا كمان حبهان مطحون، في ناس، بس هو صراحة بيطلع طعمه حلو كما هو كده. هنجيب الزيت، هنكمل طبعا، بس عايزين نجيب الزيت، والزيت عادي مش زيت زيتون، زيت الزيتون بيبقى مع اليالانجي مش مع المحشي اللي هو باللحمة. وهنحط معاهم السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي، وبتحطله كويس، يعني هي وجبة دسمة مش وجبة سهلة أبدا. وهنحط الكركم أو العصفور اللي موجود، يا كركم يا عصفور زي ما قلنا. في ناس بيحبوا يزودوا بهارات اكتر من كده، يعني بيحطوا قرفه، بيحطوا حبهان مطحون،
فيعني انا عملته لكم زي ما يعني زي ما انا بحب اكله كده، بحب يعني الطعم ده استسخته انا اكتر. خلاص كده الرز عندنا واللحمه جهزت، حطينا كل حاجه اللي هي كركم، ملح، فلفل، بهارات، جوز الطيب، زيت وسمنه، وزي ما قلنا بيفضل تكون سمنه بلدي. طبعا ريحته جميله جدا. طيب خلينا دلوقتي نقطع اللي هنحطه عندنا. احنا عايزين طبعا حله، هناخد الحلة دي. طبعا عايزين كمان، انا مش عارفة هو مش مكتوب ولا ايه، عايزين كوستاليتا مكتوب، تك 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 تك، مش مكتوب كوستاليتا، معلش. طبعا عايزين مكتوب كوستاليتا، اوكي عايزين كوستاليتا اللي هي الريش، كوستاليتا اللي هي الريش. طيب هناخد البصل اللي عندنا هنقطعه زي ما احنا عايزين، يعني حلقات او هلالات، انصاف حلقات يعني زي ما انتوا عايزين. ده بيتحط تحت في قاع الحلة للطعم. وكمان بيحمي قاع الحلة، بيحمي الورق العنب طبعا، بس طبعا هو بيدي طعم جميل. كفاية كده. ناخد بقى نقطع الطماطم كمان. نقطع الطماطم وعندنا ليمون، وعايزين كمان الليمون، عصير ليمون لو تحبوا الطعم يكون مزز بزيادة. هو بيتحط له ليمون وعصير ليمون، لو مش عايزينه مزز قوي هنكتفي بالليمونة نفسها، بس هنقشرها عشان خاطر القشر بيمرمر، واحنا مش عايزين الأكلة بتاعتنا تطلع مرة. في ناس ما بيحبوش يحطوا طماطم معاه، فبراحتكم، عايزين تحطوا طماطم حطوا، مش عايزين تحطوا طماطم ما تحطوش. طيب دلوقتي هناخد الحلة بتاعتنا، هنحط البصل والطماطم تحت، ناخد بقى الطماطم كمان نوزعها. وهناخد دلوقتي الريش اللي عندنا، هناخد الريش، والريش يعني حطوها زي ما هي، هي الأكلة دسمة الصراحة، عايزين تشيلوا شوية من الدهن اللي فيها شيلوا، بس هو يعني هي دسمة، هي أكلة دسمة، فيعني خلوها بالدهن اللي فيها، بدي طعم حلو الصراحة. طيب هنطلع دلوقتي، أنا بس هرص كده الريش هنا بالشكل ده، وهنطلع دلوقتي فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي زي ما انتم شايفين، خلينا نقول تاني اللي عملناه مع بعض. حطينا اللي عملنا الخلطه بتاعه محشي او ورق الدوالي على الطريقه الشامي، هو بيتحط له، حطينا له هنا رز ولحمه مفرومه خشنه، والصراحه الصراحه دايما بيتحط له، او الصح انه بيتحط له اللحمه المفرومه بتكون لحمه خروف، لحمه ضاني، ف
فهنا لحمة مفرومة خشنة مش موجودة، استعملوا العجل عادي. فهنا في رز ولحمة مفرومة خشنة، ملح وفلفل، بهارات وجوزة الطيب وكركم أو عصفر حسب اللي موجود عندكم، وزيت وسمنة، ويفضل سمنة بلدي. هنا حطينا في قاع الحلة بصل، وحطينا طماطم حلقات، ودلوقتي هنحط كمان ليمون شرايح. بس خليني ايه، عايزة اقشر الليمونة اللي عندي عشان خاطر زي ما قلنا الحتة اللي تحت القشر دي بتبقى مرة، فانا لو خليتها واتغلت هيبقى فيه مرار شوية في الاكلة، فاحنا عشان ما يبقاش فيه مرار هنقطع هنقشر الليمون بتاعنا. وهنقطعهم ونحطها هنا برضو. وهناخد كمان ليمونة، هحط العصير بتاعها هنا. فكده احنا حطينا ليمون وحطينا عصير ليمون، هي الحموضة من الحاجات اللي من السمات بتاعت المحشي او ورق عنب الشامي، ورق الدوالي. طيب دلوقتي هنبتدي نلف ونحط ورق الدوالي بتاعنا والكوسة. وفي مرات بيتعمل بكوسة ومرات بيتعمل من غير كوسة، زي انتوا ما تحبوا، بس هو طبعا يعني بالكوسة بيبقى ألذ كتير. هناخد الكوسة اللي عندنا وهنحشيها، وطبعا زي ما احنا عارفين بتتحشي بس لغاية يدوب يعني اكتر من نصها بشوية، يعني كده ممتاز. وهنبتدي نرصها فوق اللحمة اللي عندنا. احنا مش مضطرين نحط شوربة ابدا، لان احنا اوريدي حاطين تحت الكوستاليتا، والكوستاليتا هي اللي هتعمل لي الشوربة اللي هتخلي طعم المحشي بتاعي لطيف جدا. هناخد دلوقتي عندنا بقى ورق عنب كمان. ورق العنب بتقدروا تجيبوا الفروزن او بتجيبوا اللي في البرطمانات او اللي انتوا شايلينه في الفريزر زي ما تحبوا. وهوريكم برضو، انا عارفه طبعا ان يعني 99% من اللي بيتفرج علينا بيعرف ازاي يلف ورق عنب، بس هنلف كده ورقتين علشان 1% اللي ما بيعرفوش يلف ورق العنب. تمام كده، خلاص كده خلصنا الكوسة. هرصها رصة كده لطيفة فوق اللحمة. يعني بحيث ان احنا لو قلبناها مش هنرصها، يعني لو هتتقلب بتبقى مقلوبة بطريقة مرصوصة حلو. هناخد دلوقتي ورق العنب اللي عندنا. طيب ورق العنب بخلي الحتة الخشنة هي يعني الحية اللي بصالي، علشان أنا لما ألفها يعني الحتة الخشنة دي وفي الحتة دي الناعمة، بخلي الناعمة هي اللي تحت وبخلي الخشنة هي اللي بصالية، عشان خاطر اللي هي الخشنة دي تستخبى، يعني أنا عايزة أخبيها، مش عايزة لما أجي أمسك ورقة العنب مثلا دي زي دي ألاقي اللي بره الجزء الخشن، لا أنا عايزة اللي بره يبقى هو اللي ناعم، فعشان كده أنا حطاه تحت. باخد شوية وما بيكونوش كتير لأن الرز هيكبر، لسه الرز هيكبر، فهاخد شوية من الرز واللحمة اللي عندي وهبتدي ألفهم. بس وأنا بلفهم لازم
ابقى يعني شاده عليها علشان ما تبقاش مرهرطه. تمام، يعني شوفوا كده، وبلم كل الجناب علشان خاطر ما يبقاش فيه حته تطلع يمين ولا شمال كده من ورق العنب، وبلفه وانا برضو شاده، مش شده حفوقها افطسه يعني، بس شده بحيث ان هو تطلع عندي ورق العنب فيرم كده، يعني تطلع عندي ورقه العنب كده. شايفين؟ يعني انا عايزاها مشدوده مشدوده، مش عايزاها مرخرخه ومرخيه كده. نعمل كمان واحده وبعدين نبتدي نرصه ونحطه على النار. طبعا لو لقيتوها كبيره، انا بصراحه ما بحبش ورق العنب الصغير زياده عن اللزوم، يعني مش عارفه الصراحه بيغلبوا نفسهم الناس. ونعمل ال او خلاص انتوا شفتوا، خلينا نعمل بس دي بسرعه كده، حته كده تا هنا صغيره، دي صغيره زياده عن اللزوم، هنعمل كده ودي كده يمين وشمال ونشد بالشكل ده وكده. عملنا ورق العنب، هناخده بقى كله ونرصه فوق الكوسة وفي الفراغات اللي بين الكوسة واللحمة لغاية ما نقفل كل ورق العنب اللي عندنا. هناخده ونحطه على النار مع مية وملح وفلفل، وأنا اوريدي حطاله ليمون، فهو ده بتكون الخلطة بتاعت ورق العنب اللي عندنا. خلينا نشيل دي ونحط دول هنا علشان نعمل جنبه سلطة زبادي في السريع جدا. طبعا هو بيقعد على النار تقريبا ساعة، فساعة دي يعني تقريبا مش تقريبا يعني الساعة دي بيستوي فيها الورق العنب وبتستوي فيها الريش اللي أنا حطاها تحت نية، فطبعا بتستوي في الوقت ده كويس قوي. تمام، تحطوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها، المهم عندي الجناب كده تبقى متظبطة ويكون ورق العنب فيها محطوط بطريقة كده مرتبة علشان خاطر لما اجي اقلبها تبقى مظبوطة. طيب هنحطها بقى دلوقتي على النار زي ما قلنا مع مية وهنحط ملح وفلفل وفلفل، ودايما حاولوا تحطوا الفلفل يكون طازة كده. تمام، زي ما قلنا احنا حاطين هنا كمان الليمون فكده تمام. دلوقتي بس هجيب طبق واحطه عليها لما اول ما تبتدي تغلي علشان خاطر ما ورق العنب ما يفتحش منها من فوران الميه. فهنحط بس طبق فوق ونغطي الحله ونسويها زي ما قلنا لمده ساعه علشان اللحمه تستوي وورق العنب يستوي. دلوقتي هنعمل جنبيه سلطه سريعه جدا، ما تاخدش وقت خالص، سلطه الزبادي واللي هي بتتقدم جنب ورق العنب. علشان نعملها عايزين زبادي وخيار مبشور، نعناع ناشف، ملح وفلفل. فأنا مش عارفة ده خل، بس مش عارفة ليه الخل، احنا مش عايزين خل. طيب هناخد دلوقتي بولة نعمل فيها الزبادي بتاعنا، هنحط الزبادي دي. يعني وصفة طبعا بسيطة جدا وسهلة جدا وبتتعمل جنب حاجات كتير قوي، جنب أكلات كتير. هنحط الخيار المبشور، هنحط الثوم،
هنحط النعناع الناشف وهنحط ملح وكده نبقى عملنا سلطة الزبادي اللي هنقدمها كمان جنب ورق العنب بتاعنا. وزي ما قلنا بتتقدم مع حاجات كتير جدا وكمان كتير بتليق على الأكل الهندي، يعني يوم ما بنعمل أكل هندي الأكلة دي أو السلطة الزبادي دي كتير بتليق عليه. هنطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي مع بعض نزين كيكة عيد ميلاد سفرة. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. صراحة حاجة تفرح. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين هنبتدي دلوقتي نزين شويه في كيكه عيد ميلاد سفره. هنا عندنا شويه شفات من الشفات الحلوين اللي انا بحبهم جدا، بس هنا الكيكه فيها معلش هنا هنحط اي حاجه دلوقتي تخبي الحته دي. شايفين هنا ده شيف، طبعا شيف شربيني وأميرة ومين تاني، كل ده علشان خاطر النهاردة عيد ميلاد القناة طبعا، ودول معمولين من عجينة السكر. ونرمين هنو، هشام السيد، انتوا بقى شوفوهم واعرفوهم مع بعض. هنا انا هعمل الوردة اللي انا عايزة اعملها. احنا هنعمل وردة النهاردة، الوردة دي علشان نعملها عايزين قطعات على شكل ورد. دي نجلاء، هنجيب خليكم تفرجوا شوية وبعدين طيب دلوقتي احنا عندنا هنا قطعة من الفوندون مفرودة، بس انا خلطتها مع شوية سي ام سي، والسي ام سي طبعا زي ما قلنا بيخلي العجينة تنشف اسرع لما بنعرضها للهواء. فهناخد نقطع من نفس الشكل تقريبا اربع مقاسات من نفس الشكل بالظبط. فانا قطعت دي وقطعت بدي ناقص دي، يعني ثلاث أو أربع مقاسات زي ما قلنا إحنا خلطناها بالسي أم سي. كده عندنا ثالث مقاس وده رابع مقاس. طيب دول الوردة دي هناخدها وهجيب بولة كده صغيرة وهحط فيها الورد بتاعنا بحيث ان هو ينشف وهو واخد الشكل اللي شوية كده مقعور ده ولا مجوع، انا عارفة يعني ما علينا. فهناخد دلوقتي الورد ده ونعمله بالشكل ده ونستنى عليه لغاية ما ينشف نوعا ما، وبعدين هنبتدي نشتغل بيه. انا حطيت، بس ما تنسوش تحطوا في البولة شوية من السكر البودرة علشان ما تلزقش. هناخد دلوقتي الورد اللي عندنا اللي احنا عملناه، هنا عندنا دول برضو اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد حتة من العجينة اللي عندي
البيضة. شايفين ازاي نشفت وهي نوعا ما شكلها كده؟ شايفين ده اللي انا عايزاه. بنقدر نعملها مفتوحة اكتر طبعا زي ما احنا حابين. طيب هاخد دلوقتي حتة من العجينة البيضاء، يعني شايفين القطاعات دول موجودين في كل حتة، فإحنا بس بنجيبهم وبنقطع بيهم العجين زي ما قلنا. هنعجن كده حتة صغننة وهاخدها أعملها مدورة كده وأبططها شوية، وبعدين هدهنها لو في اللون الذهبي والجليتر الغذائي اللي هو بيتاكل، على أساس إن هو الكيكة عندي فيها اللون الذهبي، فأنا قلت ممكن نحط لها من الذهبي شوية في النص. هناخد دلوقتي الوردة اللي عندنا هنعملها إزاي. هاخد أول واحدة وهحط لها شوية من مية السكر في النص، مية وسكر بودرة، بس بحط شوية كده هنا في النص، وباخد الوردة الأصغر أسفة وبحطها جوه بالشكل ده، وبحط تاني مية وسكر، وباخد الوردة الصغيرة وبحطها في النص كده، وبعدين باخد زر من الزراير دول اللي احنا عملناهم وبحطه في النص وبضغط عليها، وبيبقى كده عندنا وردة سريعة جدا وفي نفس الوقت لذيذة جدا. بقدر احطها، شايفين اهي، وبنقدر نعملها بنفس الشكل ده برضو على تكون يعني مفتوحة، ما تكونش يعني بنحطهم فوق بعض كده، كده عادي كده يكونوا فوق بعض من غير ما كده، ودي كده، وبرضو بنحط الزر في النص. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نحط مع بعض الشفات اللي فاضلين اللي لسه ما حطيناهمش، ونحط الوردة بتاعتنا ونخلص البرنامج. فبشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي عايزين نحط باقي الشفات اللي معانا، بس بقى ايه، انا هقلب الكيكه عليا عشان اشوف، هقلب الكيكه عليا. طيب عندنا هنا نحط مثلا ورا شوية، نحط دي هنا. ما شاء الله الشفات بقوا كتير.
هنا هنا مثلا هذا جميل. ونحط أماني. انا مضطر احطهم كلهم في الوش عشان تفضل يفضل الشكل باين. واخر واحده حطني بقى هحطني هنا. وناخد الوردة اللي عملناها وكده نبقى خلصنا معاكو الشفات بتوعنا على سي بي سي سفرة علشان عيد ميلاد القناة. كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة واحنا طيبين، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكو، وان شاء الله عجباكو دايما الوصفات. كيكة عيد ميلاد سفرة عليها الشفات اللي بيطبخوا على سفرة، وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم دايما دعمنا ودايما مبسوطين مننا. واحنا سي بي سي سفرة بنقول لكم شكرا على كل الدعم اللي قدمتوه لنا. شكرا شكرا شكرا، وكل سنة وانتم طيبين واحنا طيبين.